كابتن خطيب في ضمن الاخبار ان هو قال لهم ولا احمد عبد القادر يحتفل بالطريقه دي ولا الكلام ده، يعني اي حاجه تسير والجمهور يتكلم ويعلق وتعمل حواديت الغي الكلام ده كله، لازم اللعيب يفضل طول الوقت مش رامي ودانه الحاجه، طول الوقت مركز بس في الملعب، فلازم اللعيب يتعلم كده، يعني ما ترميش ودانك للجمهور ولا السوشيال ميديا ولا تخش في الحواديت دي. عندك نموذج محمود علاء اهو، يعني صعب صعب صعب، يعني الضغوط صعب ان انت تفصل عن السوشيال وعن الكلام ده. عشان انت يا استاذ احمد في حد بيتكتب عنه اكتر من لعيبه العالم دي، يعني صلاح وهالاند طب انا اقول لك حاجه، يعني صلاح امبارح اما حد رايح يتضرب وعليه وبتاعه، انت شفت الثبات الانفعالي بتاع صلاح عامل ازاي؟ ده قصدي خالي ده لو لعيب ده عندنا هيروح يضربه قلمين وده يضرب وده متعلم، وده يخش. ما انا بقول لك ما تقارنش يا استاذ محمد، دي حاجه ودي حاجه. هنا خلاص هو انت ده لعيب محترف بمعنى الكلمه، عنده ثبات انفعالي وقدر يسيطر على نفسه. ده انا بقول لك ده لو في الدوري المصري كانت تحصل كارثه. بس انا عندنا لعيبه في النماذج كده، يعني انا بشوف دايما زيزو عنده الثبات الانفعالي ده، بشوف دايما عمرو السوليه عنده الثبات الانفعالي ده، بشوف علي معلول عنده ده، بشوف احيانا اكرم توفيق بحس كده، يعني برضو عندنا بعض اللعيبه الونش، يعني بعض اللعيبه بيتكتب عنها ما يتكتبش، يحصل ما يحصلش، هم مركزين بس في شغلهم. يعني انا ما بشوفش مثلا لما اتقال على عمرو السوليه مستوى نزل السنه اللي فاتت في اخر شهرين ثلاثه في الدوري، عمرو السوليه لعيب كبير يعني صح؟ كل اللي اتكتب عنه الراجل ما مش هيقدر يفصل يا استاذ محمد، مش هيقدر يفصل. انا دلوقتي انا قاعد انا على التليفون لاي فصل لا خلاص بقى جزء من حياتك. انا اقصد اقول لك ما تشدش وانجذب ورد وعمل تصريحات. شفت احمد عبد القادر رد ده غلط، عشان كده كابتن خطيب حسين الشحات هو من السنه اللي فاتت غلط، مشكله من السنه اللي فاتت. وانا ما عجبنيش حسين الشحات في الواد اللي كتب عنه كلمتين وقام معيط وقام بتاع، ما عجبنيش. انا عجبني الواحد غلط فيه ياخد حقه يا استاذ. لا ما هي ما هو انت معلش انت كمتفرج برضو او جمهور انت ما لعيب لك حدود. هو من حقه اللي هو ياخد حقه. اه طبعا بس المحامي بتاعي يشتغل، يعني ما ينفعش الجمهور ما هو جمهور يعني احنا الفتره اللي فاتت. هقول لك حاجه، انا اكتر واحد من اكتر الناس اللي اتأذيت من الحاجات ديت. انا من اكتر الناس اللي من على موضوع السوشيال وده طبيعي ميديا. وصلت النهارده دول ملايين كلام وبتاخد مش عارف ايه وبتاخد، فالموضوع انت كمان وانت في الملعب غير ما انا دلوقتي خلاص انا بطلت كوره وقاعد والكلام ده ومحلل وبتكلم مش عارف ايه، فوارد الناس تنتقدني ويخش. لكن انا كلاعب كوره لازم اغمض عينيا واسد وداني وخلاص. وبعدين انا اقصد عارف بقول لك كده وركز في الملعب. انت كام واحد خارج عن الاخلاق وكم ده ملايين، فلازم يطلع منهم واحد كده واحد كده، واحد قليل ادب، واحد ده مش متربي، واحد ما يعملوش مله. أيوة. ده وارد. حتى التجاوزات ليها حدود برضه، ده رأيي يعني. لا ما انا بقولش ان هو ما ياخدش اكشن، لكن ما تاثرش عليه نفسيا. يعني ايه؟ انا المحامي بتاعه بقول له خلاص شوف القصه دي وتعامل معاها، لكن انا اتاثر نفسيا وتبقى لها تاثير سلبي عليا وعلى حياتي وعلى ادائي وعلى تمريني. معاك ده قصدي، ان اللعيب لازم يتعلم كده. احنا مش قاعدين في الجنه. انت في ناس شغلتها دي، احنا ورانا حاجه. احنا لا في ناس كمان شغلتها كده. هو ربنا شياطين في الارض. عشان موضوع احمد عبد القادر برضه، انا يعني انا شايف ان احمد عبد القادر هو مركز من السنه اللي فاتت مع الجمهور من وقت ما طلع يتكلم وكشف. عشان كده كابتن خطيب الخبر اللي قدامي ما انا بقول لك هو يعني مركز، عشان هو الاحتفال اللي عمله لو عمله في وقت ما فيش كلام عليه هو شخصيا، فالناس هتقول ده مش في دماغه، ده بيعمل احتفال عادي زي بتوع الان بي اي بيعملوا الاحتفال دوت والكلام دوت. والموضوع بقى بصوا، عايز اقول على حاجه، مش كل الناس عارفه الاحتفال بتاع الان بي اي. ما طبعا طالما تفسر غلط ما تعملوش صح وراح دماغك. ايوه انا قصدي ان هو بيقول يعني فيما معناه اللي انا مش مركز ان انا بارد وبتاع وانا بارد انا لو بارد ومش مركز مع حد مش هكتب حاجه ولا هتكلم، هلعب كوره بس. مظبوط من الاخر بس. مظبوط.